بسم الله الرحمن الرحيم. فوز بشق الانفس للنادي الاهلي على النجم الساحلي 1-0، فوز مهم طبعا. النتيجه هي اهم حاجه النهارده عشان النادي الاهلي يفضل محافظ على حظوظه في التاهل للدور دور الثمانيه، وطبعا خصوصا عنده مباراه مهمه جدا في السودان 1 فبراير، اكيد مش هينفع فيها الهزيمه بتاتا. لازم ان شاء الله النادي الاهلي يحاول يخرج باقل تقدير بنقطة تعادل، او اذا حب انه يضمن الصدارة لازم يكسب. لكن شاف ماتش النهاردة هيقول انها كوبي وبيست من مباراة المقاولين. نادي الاهلي النهاردة قدم مستوى برضو قليل جدا جدا عن المستوى اللي شفنا النادي الاهلي عليه في بداية دوري ابطال افريقيا دور المجموعات، حتى ماتش نجم الساحلي اللي في تونس رغم ان الاهلي لعب ب10 لعيبه من الدقيقه 11 المستوى كان افضل بكتير. مباريات الدوري النادي الاهلي في البدايه كان افضل بكتير. واضح ان اي مدير فني هيلاعب النادي الاهلي بخط دفاع متقدم بقى بيعمل ازمه، تدييل مساحات للنادي الاهلي للمباراه الثانيه على التوالي بقى في ازمه. النادي الاهلي يحاول يعني يخترق من العمق او يبقى في سلاسه او سرعه في التمرين زي ما كنا بنشوف. طب ايه المشكله تاني النهارده؟ فايلر بخلاف ان هو مصمم على فكره مروان محسن كمهاجم صريح، وهي الفكره اللي انا انتقدتها كتير سواء حتى من ايام لاسارتي، ما بشوفش ان مروان مجدي خالص لما بيلعب مهاجم صريح في اي خطه بتعتمد على مهاجم واحد. وعفوا وفايلر لما بدا مع النادي الاهلي وكان بيحط اجايب كهو راس حربة الصريح كان الشكل اكتر افاده والشكل كان مختلف، انما مروان هو مكمل عليها. زود على ده انه خرج قفشه لاسباب فنيه، وبدا النادي الاهلي في المنطقه اللي قدام منطقه جزاء نادي النجم الساحلي يفقدها تماما. خطوره النادي الاهلي في الشوط الاول، تخيلوا اول فرصه للنادي الاهلي جت في الدقيقه 30، في الدقيقه 30 بعد مضي نص ساعة. نص ساعة قبل كده النجم الساحلي مضيع انفرادين والحكم المساعد حرمهم من انفراد كامل بالمرمى بسبب التسلل اللي انا شفته ما كانش موجود. وتاني نادي الاهلي خسر الموزع اللعب او صانع اللعب بتاعه مجدي قفشة لما فايلر خرجه، وبالتالي لعب كان بيحط هنا اجايه كان بيبدل مع احمد الشيخ بعض اوقات. احمد الشيخ كان هو اللي بيحاول يعمل دور صانع الالعاب، لكن احمد الشيخ سيء جدا جدا في الكرات الثنائيه، خسرها كلها رغم بعض الاشهاد اللي انا هشيد بيها لما كان بينزل لنص الملعب ويبدا ياخد الكره بوشه. لا في الحته دي احمد الشيخ كان بيجيد جدا، انما كل الكرات العاليه كل الكرات الثنائيه على الاطراف احمد الشيخ ما كانش موجود فيها. طيب ايه المشكله عند الاهلي صعب جدا الاختراق؟ عشان ببساطه مروان لعيب تقيل، لعيب بطيء، لعيب محطه. والتاني نجم الساحلي مثلا عنده مدافع ابو غطاس لعيب قوي بيعافر معاك، فمش كل الكرات انت هتاخدها. وبالتالي النادي الاهلي فضل نص ساعه مش عارف يعمل ايه بالكوره، مش عارف يوصل اصلا لمنطقه جزاء نادي النجم الساحلي. الفرص الوحيده كانت بتيجي من عن طريق حسين الشحات لما كان بيلعب ورا الفول باك بتاع النجم الساحلي لما كان بيطير. دول بس الشكل الهجومي للنادي الاهلي في الشوط الاول، غير كده ما شفناش اي تحركات، ما شفناش اجاي. صعب جدا جدا ان هو ينزل كل المسافه دي لغايه نص الملعب وتطلب منه ان هو يرجع تاني. اشدت كتير بفايلر، لكن ما زلت مختلف معاه في انه يلعب بيه مروان محسن هو المهاجم الصريح، وكمان يستغنى عن بلاي ميكر. اعتقد دي طبعا ما حدش يعرف لغايه دلوقتي ايه سبب استبعاد محمد مجدي قفشه، كان استبعاد غريب جدا، هتاكد ان هو مش اصابه. بس تاني المباراه الثانيه على التوالي ايه الازمه؟ اي خلاص كله هيتعلمها. اي فريق هيلاعب النادي الاهلي بدفاع متقدم هيجبر النادي الاهلي انه يلعب في 30 او 40 متر من الملعب، وبالتالي صعوبه كبيره في الاختراق من العمق. طيب على الناحيه الثانيه النادي الاهلي كان عنده مشكله كبيره جدا جدا في خط الدفاع، وقدر كريم العريبي وامين بن عمر وحتى وجدي كشريده شفناه بيتقدم كتير ان هم يستغلوها. رامي ربيعه كان في واحده من اسوأ مبارياته، متعصب جدا، التدخلات الثنائيه اللي على الارض، الكره على الارض عند رامي كان فيها مشكله. شفنا الشوط الاول اللعيبه
كورتين مروا بيها بشكل غريب جدا من على الطرف. لعيب نجم الساحلي كان دايما بيحاولوا يستفردوا بمحمد هاني لوحده، ان هم طبعا عارفين محمد هاني لحد ما كان في بعض المباريات مبقاش في افريقيا بالذات، حتى مباراه سان داونز حد ما كان ربما البعض يعتبره ثغره، فكانوا على طول بيحاولوا يخترقوا من الجبهه دي بعيد عن جبهه علي معلول. اكيد جبهه علي معلول يعني مريح الماتش اللي فات، بيحاول ان هو النهارده قدم مباراه جيده جدا. انما رامي ربيعه كان سيء جدا في الكرات اللي على الرجل، لازم تخلي بالك يا رامي فعلا مشكله، انت متعصب جدا في ماتش مقاولين الطرد، واضح ان في نرفزه، واضح فيها عصبيه، مش مركز. الكره في الشوط الثاني واحد على واحد اترقصت مرتين في لعبه واحده، ليه؟ انت مش مركز في الفوت وورك بتاعك، مش انت مش شايف الكوره، انت بتجري وبس، عايز بتمد رجلك وبس، ده بيبين العصبيه اللي انت فيها. وطبعا بخلاف كوره اعتقد ما تعادتش بصراحه، في كوره كان فيها شك انها ركله جزاء للنجم الساحلي، هي ما تعادتش عشان اقدر احكم عليها بشكل كامل، بس اللي شفته ان لاعب النجم الساحلي استلم الكوره ورامي كان عنده تهور انه عمل له اوبستراكشن، عمل له اعتراض، كان ممكن حكم يحسبها ركله جزاء وكانش حد هيلومه، بس يعني ربنا ستر. فالتاني رامي كان احد مشاكل خط دفاع النادي الاهلي النهارده. الميزه في النادي الاهلي في وسط الملعب بصراحه اليو ديانج، بعد البدايه السيئه النادي الاهلي قدر ان هو يوقف خط وسط النادي الاهلي اللي اعتمد بشكل كبير جدا على قطع الكوره من لعيبه نجم الساحلي وهم بينفذوا الهجمه دي، كانت ممتازه جدا من اليو ديانج. اليو ديانج واحده من افضل فتراته اللي عملها النهارده مع النادي الاهلي، بعد 25 دقيقه كان بيسيب لعيبه نجم الساحلي يستلموا الكوره ويطلعوا بيها ويبدا يضغط هو عمرو السوليه. واضيف على كده طبعا لعيبه نجم الساحلي كان عندهم استلام في بعض الكرات، عندهم استلام سيء جدا، النادي الاهلي قدر ان هو يخرج بيه الثلاث نقط صحيح، لكن كان في مشاكل. الشوط الثاني كان كل واضح جدا من اداء لعيبه النادي الاهلي اللي شاف ماتش المقاولين، هو برده كوبي وبيس، اللعيبه بتحاول قد ما تقدر تحافظ على التقدم، مفيش شراهه ان انا اهاجم، حتى برده تغييره كهربا ما افادتش. ليه؟ ثاني طول ما مروان بيلعب هتلاقي الدنيا مش ماشيه بشكل كويس الا في حاله واحده، لو فايلر قال لمروان ما تنزلش وخليك جوه منطقه الجزاء واستنى الكرات العرضيه، لان صعب جدا على مروان هو ينزل بره المنطقه كتير ويرجع يرد تاني جوه المنطقه، هو ما عندوش الحته دي، مروان مش هياخد الكوره ويقدر ينطلق بيها. قلناها كذا مره، يعني دي ربما مره العاشره اتكلم فيها على مروان السيزون ده. مروان محسن انا ما بشوفوش مجيد في النادي الاهلي غير لما فايلر يلعب باتنين راس حربه صرحاء ويلعب على الكرات العرضيه، ده ممكن، انما غير كده هنشوف قطع كرات كتيره، هنشوف ميس باس كتير، هنشوف كرات فرديه ملهاش اي معنى. شفنا الشوط الاول بس اللي انقذ الموقف الهدف اللي جه للنادي الاهلي من الهجمه المنظمه الوحيده ربما في المباراه كلها. تاني علامه خطر للنادي الاهلي الفرص اللي اللعيبه بتصنعها قلت بتنحدر. الماتشات الاولى النادي الاهلي كان بيعمل فرص كتيره على مرمى منافسين، لكن في الماتشين الاخرين قدام مقاولين وقدام نجم الساحلي الفرص بتقل جدا، وده مؤشر خطير لان انت ممكن لو مشيت بالسيستم ده او بالمعدل ده تلاقي نفسك في مباراه اصلا الفريق قدامك اتقدم عليك في حاطه تحت ضغط. مبروك للنادي الاهلي الفوز طبعا، ده النتيجه الاهم، ده الشيء الاهم النهارده قبل مباراه الهلال السوداني في السودان، لكن لازم فايلر يبدا يفكر جديا في مساله انه يلعب بمروان محسن من بدايه المباراه، امر انا مش شايفه جدي. وان شاء الله برضو ابارك للنادي الاهلي بعد مباراه الهلال السوداني بالتاهل بصحبه نادي الزمالك دور الثمانيه، واحد ان شاء الله هيبقى من اقوى ادوار الثمانيه اللي شفناها لدوري الابطال في السنوات الاخيره. شكرا جزيلا كريم صحيح.